ولنقاش تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا ومخاطره، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية استشاري الأمراض الباطنية والمناعة الدكتور عاطف زكي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، ما حجم الخطورة التي يشكلها متحور أوميكرون وما أهم أعراض الإصابة به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا من منظمة الصحة العالمية، وجد أن الأعراض المتشابهة بين الأوميكرون والفيروس كورونا هي تقريبا قليلة جدا، يعني بالنسبة للحمى والسعال وآلام العظم، إنما فقدان الشهية حاسة الشم وحاسة التذوق غير موجودة في المتحور الجديد. ده العلاقة بين الجديد بين الأوميكرون وبين بين فيروس كورونا، وده نعم. السبب الاختلاف الظاهر الواضح بين الفيروس كورونا اللي احنا شاهدناه في المرحلة الأخيرة وبين الموجة الثالثة من الفيروس دلتا اللي هو المتحور. ما حجم خطورته؟ بالنسبة للخطورة دلوقتي فرق جامد، فرق جامد بين الخطورة بتاع فيروس كورونا وبين الأوميكرون اللي هو المتحور الجديد. أغلبية المرضى اللي هم أصابوا بالمتحور الجديد يمكن الاستشفاء منهم خلال المنزل، وليس وجود ضرورية لدخولهم المشفى. تاني حاجة، نسبة الأكسجين اللي موجودة في المرضى المصابين بالمتحور غير متأثرة بشدة، يعني نسبة الأكسجين بتبقى عالية، ودي طبعا هامة جدا جدا. يعني الأعراض اللي زي ما قلت لك حضرتك، الأعراض مختلفة بين الجديد والقديم، بين الجديد والمتحور، وكذلك نسبة الخطورة قليلة جدا في المتحور الظاهر حاليا. ما مدى قدرة مناعة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مقاومة هذا المتحور الجديد وباقي المتحورات؟ هو بأمانة يعني احنا مش قادرين لحد دلوقتي، لا منظمة الصحة العالمية ولا أي من الدول اللي هي قدرت تصنع اللقاح الجديد عارفة تجيب علاقة بين الفيروس كورونا القديم أو المتحور الجديد. هل فعلا اللقاح ده بيقوي المناعة ولا غير قادر على تقوية المناعة؟ ففعلا الدراسات لحد دلوقتي غير متوفره نظرا لتفاوت الاعراض الجديده اللي موجوده في المتحور. إلى أي مدى يمكن مقارنة متحور أوميكرون مع المتحورات السابقة من ألفا ودلتا من حيث سرعة الانتشار؟ هو الحل الوحيد عندنا هو الوقايه. الوقاية هي أهم شيء في منع ظهور هذه الأعراض. هل المقاومات الاحترازية اللي احنا بنستعملها هي ممكن تقاوم هذا الانتشار للمرض ولا لا؟ دي لسه ما انتشرتش، بس الأعراض والأدوية المتاحة دلوقتي ممكن ما تكونش لها تأثير قوي على المرض. الحل الوحيد والحل الأمثل هو الوقاية، الوقاية بكل الطرق الاحترازية اللي احنا طبعا عارفينها، من الكمامات، من النظافة، من عدم الوجود في حجرات مغلقة، والتبليغ دكتور، عن أي عن هل هذا يعني أننا سنعود للإغلاق الكامل أو الجزئي باعتبار أن بعض الدول بدأت تطبق هذه الإجراءات؟ برضه نرجع نقول الإغلاق التام اللي كان موجود في بعض الدول ما قللش من نسبة الإصابة، ما قللش من نسبة الوفيات، ما قللش من نسبة العدوى، فالإغلاق ما كانش له تأثير قوي في ظهور أو في تحديد نسبة الإصابة. ما هو العامل الذي صنع الفرق، اللقاح أم الإغلاق؟
لا، هو اللقاح ممكن نقول ربى شوية جهاز مناعي، يعني رفع من مستوى الجهاز المناعي بتاع المرضى أو بتاع المصابين، إنما الوقاية هي السبب الرئيسي، هي السبب الرئيسي في تقليل نسبة الإصابة. إنما الإغلاق أنا حاسس إنه هو يعني حاجة سياسية بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لكم دكتور عاطف زكي، استشاري الأمراض الباطنية والمناعة، حدثتنا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول تركيا.